طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببور. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں اس مسابقے کے پہلے مساہم ابحر الحسین، مدرسہ مدنی طیبہ آسام، اس شہر کے ساتھ اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، دنیا کے خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کے خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. وعلى بركة الله نبدأ مع الأخ القارئ الحافظ أبحر الحسين من ولاية آسام، ويتقدم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين پھر سے تھے دوبارہ پڑھے وہو القاہر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم
ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون حسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا پھر سے پڑھیں دوبارہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وقرا
وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. Dear audience, we were listening the recitation of the glorious Quran with a charming, punching and touching voice. So now we would like to give him a brief introduction of his madrasa. His name was Abharul Hussain. His madrasa's name is Madani Tayyeba Diniyat Madrasa, Lakhimpur in Assam. Ei je cheleti Qurane Karime telawat korchilo tar sundor awaze Assamer ekti jela Lakhimpur সেখানে একটি মাদ্রাসা মাদানি তৈয়বা দিনিয়াত সেখান থেকে সম্পর্ক রাখে। একটি বিষয় আমি বলবো, আমাদের যে সমস্ত পার্টিসিপ্যান্টরা আছে, প্রতিযোগীরা আছে,
প্রত্যেকের জন্যই আইকা ফাউন্ডেশন কোরআন এল আলো ফাউন্ডেশনের সদস্যদের পক্ষ থেকে একটি করে উপহার প্রেজেন্টেশন রাখা হয়েছে। আর যারা পজিশন হোল্ডার হবে তাদের জন্য তো বড় উপহার আছে, সেটা শেষে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে। ওই জন্য প্রতিটি প্রতিযোগী তেলাওয়াতের পরে পরে তার সেই প্রেজেন্টেশনটা যেটা আইকা ফাউন্ডেশনের সদস্যদের পক্ষ থেকে থাকবে এক এক করে দেওয়া হবে। তো এখন আবহারুল হোসেন সাহেবকে প্রেজেন্টেশন দিয়ে সম্মানিত করবেন আইকা ফাউন্ডেশনের স্বনামধন্য মেম্বার জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব। মাশাআল্লাহ, বচ্চে কে তেলাওয়াত মে এক এসা মহসুস হুয়া কি উসনে যে তেলাওয়াত কি হ্যাঁ কাফি মেহনত উসকে আসাজা কি উসকি ভি আর বহুত হি দিল জমঈ কে সাথ তেলাওয়াত কি উসনে বিলা ঝিজক কোই ইসমে তরদ্দুদ নেই বহুত আচ্ছা পড়া সুনকর ভি আচ্ছা লাগা মাশাআল্লাহ। আর এক হিফজ কে তালিব ইলম কে লিয়ে জিতনি জরুরত হোনি চাহিয়ে وہ الحمد للہ وہ چیزیں اس کے اندر ہم نے پائی موجود تھی وہ چیزیں۔ ساتویں نمبر سے کامیاب ہونے والا طالب علم ابہر الحسین لکھیم پور آسام۔ چھٹے نمبر سے کامیاب ہونے والا طالب علم نثار سید تریپورہ۔